الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ومشرقين والمغربين مبعوثين رحمة للعالمين إلا عدوا للظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه ورب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسمعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الجنة تحت زلاف السيوف، تحت زلال السيوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغدو في سبيل الله فأقتل ثم أغدو فأقتل ثم أغدو فأقتل ثم أغدو فأقتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يا أيها المسلمون، خير الحكمة خشية الله، وخير الغنى غنى القلب، وخير ما أعطيتم العافية، وخير الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لنا في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، خصوصا مسلم فلسطين، خصوصا مسلم بنجلاديش، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، يستعين واستغفر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمد أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابه رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، لا تتخذوهم غرضا من بعدهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم العادل ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.